الفوليوم كنترول بيعمل لي ايه؟ الفوليوم كنترول هو بيضمن لي بيجارانتي تايدال فوليوم للعيان. طب مشكلته ايه؟ ان هو هيدي الفوليوم ده بصرف النظر عن الريزيستنس والكومبلاينس بتاع العيان، فممكن يبقى العيان عنده مشكله ريزيستنس او كومبلاينس، وعشان ادخل التايدال فوليوم اللي انا ظبطه ده هضطر ارفع البريشر جامد. هو ملوش دعوه، هو بيتعامل بالفوليوم بس. فاحنا بنخاف من الفوليوم كنترول ان هو يدخلني فيه بار تروما. يبقى الادفانتج ان انا بضمن المينت فنتليشن بتاع العيان. ديس ادفانتج ان ممكن يحصل عندي بار تروما. طيب الكاركترز هنا بتاعت الفوليوم كنترول، مين اللي بيعمل تريجر؟ الماشين. مين اللي بيعمل ليميت؟ الماشين عن طريق الفوليوم. مين اللي بيعمل سايكل؟ الماشين عن طريق التايم. طيب الفوليوم كنترول هتلاقوني انزل هنزل معاكم كده لحد الفلو باترن. الفلو باترن لا دي غلط، انا كان قصدي في البريشر. مور فيسيولوجيكال ديسيليريتنج في البريشر. هنا سكوير لا انا خدت بالي، انا حاطط هنا السكوير بولد بس يمكن مش واضحه قوي. انا متقل شويه الفونت بتاع سكوير لان ده سكوير. الديسيليريتنج ده بتاع البريشر. دلوقتي ابتدى يبقى في اجهزه يخليني اعمل ميكس ما بين الفوليوم موب والفلو ديسيليريتنج باتر. الاجهزه اللي فوق عندنا فيها الخاصيه دي، فما بقاش الديسيليريتنج فلو بس في البريشر. في اجهزه، الاجهزه الحديثه سمح لي ان انا احط فوليوم كنترول واجي على الفلو باترن اختار الديسيليريتنج فورم اللي هي الاوتو فلو عندنا. طيب ايه اهم الارم عندي هنا في الفوليوم كنترول؟ الهاي بريشر الارم، لان هو مش هيتفاهم مع اي ريزيستنس او كومبلاينس فيه مشكله، هيدي التايدال فوليوم ببريشر عالي. فيبقى طول الوقت انا واخد بالي ان الهاي بريشر الارم مش اكتيفيتد.